للأسر المنتجة، يهدف إلى تعريف المجتمع بقيمة العمل واستمرارية ونمو المشروعات الصغيرة، ويتيح فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وفتح فرص تسويقية بالداخل والخارج. معرضنا بيهدف إلى الحد من البطالة، بيهدف إلى تعظيم قيمة العمل المشاركين في جمعيات الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية. المنتجات اللي معروضة السجاد بجميع أنواعه، الكليم، الجوبلان، المنتجات البيئية والريفية المتميزة التراثية، عندنا منتجات شمال وجنوب سيناء، عندنا منتجات الأقصر، عندنا منتجات النوبة، عندنا منتجات سوهاج المتميزة، المنتجات كفرتات أخميم ومفروشات أخميم، عندنا المفروشات عموما، أطقم السراير، الملابس بجميع أنواعها الرجالي والنسائي والأطفالي. يضم المعرض منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والتراثية المتميزة والمنتجات البيئية والمشغولات الخشبية. بالنسبة للمشروع، هو مشروع اساسا تشغيل خشب طبيعي، مشغولات خشب طبيعي بنستفيد منه احنا كاكسسوار للاكسسوار الموبيليا، يبقى وحدات اضاءه، باجورات، بنعمل منه فازات، ترابيزات انتريه، ترابيزه ركن، اللي هي الحاجات اللي هي الوحدات الصغيره كلها مكملات لايه، للديكور بتاع البيت. يعني الشغل دوت عباره عن مثلا خشب موجود في مصر هنا، وهو موجود في دول كتير من دول العالم، ويعتبر هو خشب يعني مناطق حاره هنا في مصر، يعني بالبلدي يسموه السرسوع، علميا يسموه السيسو او جلبرتو سيسو. في خشبة تانية غامقة عندي لونها غامق اسمها الليبيك او الاليبزيا، يسموها خشبة اللبخ هنا في مصر. مراكز الاعداد طبعا بندرب الفتيات على الحرف البيئية اللي موجودة في المحافظة. الحاجة التانية مكلفات الخدمة العامة، بندرب الفتيات بعد الجامعة طبعا على الحرف البيئية. الوادي الجديد غنية بمنتجاتها الجميلة الطبيعية، بندرب على الشغل نوى البلح، عندنا منتجات من نوى البلح، يمكن البلح بناكله، بنستغل طبعا النوى، بنشتغل منه ستاير وبنعمل منه اكسسوارات جميلة جدا، كمان بنعمل منه بلتكنات. الحاجة التانية في النخلة طبعا عندنا الخوص، جريد بنعمله أرابيسك، عندنا علب مناديل، عندنا فواحات، عندنا مقلمة، عندنا وراء، عندنا أبلي إضاءة من الجريد.